إذن هذه الأعداد هنا من داخل إحدى السفن الذين تم إجلاؤهم من داخل السودان من عدة ولايات ووصولا إلى ميناء بورت سودان، ومن ثم نقلهم إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بمدينة جدة من مختلف الجنسيات. وصلوا إلى هذه النقطة الأخيرة بعد رحلة شاقة بعض امتدت لأيام من منازلهم حتى وصولهم إلى هنا إلى الميناء في جدة. والله كانت القصة يعني يوم السبت الصبح قامت الحرب مع الساعة 9 الصباح، وكنا احنا مقيمين في السوق العربي يعني وسط المدينة والخرطوم بالقرب من القيادة العسكرية. كان الوضع صعب والله للغاية مع انقطاع الكهرباء والمياه والظروف كانت صعبة والله جدا. وخرجنا من مدينة الخرطوم، عن نفسي أنا خرجت من الخرطوم إلى مدينة أم درمان، بقيت يومين في مدينة أم درمان، ومن ثم خرجت إلى مدينة بور سودان عن طريق البر. ومن ثم التنسيق مع السفارة الليبية تم إجلاؤنا عن طريق السفارة السعودية من ميناء بور سودان إلى ميناء جدة. أنا من جنوب أفريقيا وأعمل في السودان. منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين حاولنا الخروج، لكن حركة الملاحة الجوية تعطلت، لذا جئنا إلى بورت سودان وانتظرنا في الميناء لعدة أيام حتى تمكننا من الخروج من هناك. هذه السفينة وصلت على متنها 52 شخص، قرابة من 12 جنسية تواجدوا في هذه السفينة في إحدى رحلات الإجلاء من داخل السودان إلى مدينة جدة. حمد المحمود، سكاي نيوز عربية، من ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.